تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بالمجلس التي تمت على مدار شهر فبراير الماضي حيث حرصت اللجنه الطبيه العليا خلال شهر فبراير على الاستجابه السريعه والفعاله للمواطنين وتضمنت جهودها وتضمنت جهودها الرصد والاستجابه لعدد 991 حاله عن طريق تطبيق واتساب ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفه